بص كده على الشكل اللي قدامك ده، تقدر تقول لي ايه توصيفه؟ او هو ده عبارة عن رمز الايه؟ يلا ايوه واحد، ايوه اتنين، ها واحد كمان، ها توصيف تالت. خلاص كده وقفت ليه؟ لسه بدري. عطلته كده. طيب بص يا ريس، ده اسمه ايه؟ دايركشنال كنترول فالف، يعني صمام اتجاهي. خلاص دي اول حاجة عرفناها. تاني حاجة محتاج اعرف الفتحات والاوضاع التشغيل، يبقى ده بنقول عليه 3 على 2، اللي هو يعني معناها 3 فتحات ووضعين تشغيل. طيب بعد كده نورمال كلوز، الوضع بتاعه مقفول. برافو عليك، دي لحد كده اللي بعضكم ذكرها. لكن في حاجة تانية مهمة برضو، انه مثلا بيشتغل ازاي؟ سولونويد اكتويتد، بيشتغل باشارة كهرباء، مش كده؟ طيب ايه كمان؟ بيرجع ازاي؟ ما انت لازم توصف لي برضو حالة الرجوع بتاعه. يبقى بيرجع بسبرينج ريتير. خلاص كده اتدربنا عليها. يلا بقى قول لي الصمام اللي جاي ده ايه؟ ها مين يقول؟ تشيك فالف. نعم نعم يا كابتن، بتقول ايه؟ 2 على 2 و1 تشيك فالف. ده انت قاعد على قهوة بتطلب حجرين مش عارف ايه؟ ايه الـ2 على 2 و1 تشيك فالف؟ ده كان من اغرب ما سمعت يعني في توصيف هذا الصمام. بص يا ريس، العملية سهلة خالص وبسيطة جدا. تعال بنفس الطريقة، ده اسمه ايه؟ دايركشنال كنترول فالف، يعني صمام اتجاهي. تاني حاجة ده عبارة عن الفتحات بتاعته كام؟ 3 فتحات. وكم وضع تشغيل؟ وضعين تشغيل، يبقى 3 على 2. والوضع الطبيعي بتاعه ايه؟ نورمال كلوز، وبعدين سولونويد اكتويتد وسبرينج ريتير. بس كده بسيطة. ايه رأيك بقى؟ مختلف ولا مش مختلف؟ ها طبعا انت هتقول لي الله جرأة هندسة، ما هو الاتنين مكتوبين قصاد بعضهم ان هما زي بعض، يبقى ايه الاختلاف هنا؟ اقول لحضرتك بقى، لما تشوف السيمبل الاولاني اللي احنا شفناه ده تقول عليه سبول تايب فالف، اما النوع التاني هو ده بقى الاختلاف، اسمه بوبيت تايب فالف. هتقول لي طب ايه الفرق بين السبول تايب والبوبيت تايب؟ اقول لحضرتك بقى خليك معايا وهنعرف دلوقتي يعني ايه الفرق. بص يا ريس، اي صمام بيعدي زيت، عشان يفتح المسار الزيت ده او يقفل مسار الزيت في طريقتين ليه. الطريقة الاولى ان يبقى عندي حاجة اسمها سلايدنج سبول. يعني ايه سلايدنج سبول؟ سلايدنج يعني منزلق، وسبول يعني ممكن تترجم على انه اسم الفاعل من منزلق يبقى زلاق، فيبقى زلاق بينزلق. فاحنا هنقولها على طول كده ايه؟ سلايدنج سبول، عشان هو ده الاسم الدارج اللي في السوق، يعني دايما يقولوا السبول السبولة كده يعني. فالسبول او السلايدنج سبول ده المنزلق ده جوه الهاوزنج، عشان يتحرك الحركة ديت بيفتح مسارات وسكك على بعضها. الطريقة التانية ايه بقى؟ اللي هي طريقة البوبيت، او اللي هي القفاز. بوبيت يعني ترجمتها ممكن تيجي بمعنى قفاز، اللي هو انه يبقى عندي مسار للزيت معدي ويجي فيه بلية هنا في الحتة دي، بلية او طبق، يقوم جاي قافل كده السكة. خلاص مجرد ما اتقفل كده الطريق خلاص لا يسمح بمرور الزيت نهائي. بص كده اللقطة دي، او مسار الزيت كان ماشي كده، مجرد ما شلت ايديك البوبيت ده قفل الطريق، مجرد ما دوست عليه تاني اهو بدأ يفتح يعدي الزيت من هنا لهنا. في حين ان السلايدنج سبول كان شغال في الاتجاه ده، مجرد ما دوست عليه بيبدأ يعني يشتغل، متشيل ايدك من عليه في المسار. بس ملاحظ انت قفل وفتح المسار بيتم ازاي؟ عن طريق الحركة الانزلاقية دي. طيب فاضل بقى المميزات بتاعته، او ليه بنشتغل بده وليه بنشتغل بده، او امتى نشتغل بده وامتى نشتغل بده. ملاحظ انت فكرة عمل السبول، انه عشان السبول ده يتحرك جوه الهاوزنج محتاج ايه؟ محتاج خلوص عشان يبقى فيه، عشان يعرف يتحرك، وإلا لو قافل عليه خلاص مش هيتحرك من مكانه. يبقى معنى كده انه طالما فيه خلوص هيحصل داخله نوع من انواع التسريبات الداخلية. لكن لما اقولك البوبيت فالف، البوبيت فالف بقى مجرد ما السيت، مجرد ما البلية او الكون او البليت الطبق يقعد على السيت بتاعه، خلاص ده لما تتطربق الدنيا ولا هيعمل اي حاجة ولا هيسمح بمرور اي زيت من خلاله. عشان كده البوبيت تايب بيسمى ليك فري فالف، يعني صمام مانع تماما لاي تسريبات ممكن تحصل جواه. الله، طب معنى كده بقى ان البوبيت ده احسن حاجة في الدنيا، وبلاها بقى السبول تايب ده، مش كده؟
قال لك لا، مشكلة تانية بقى ان البوبي تايب ده مشكلته في الريسبونس، رغم ان الريسبونس بتاع الاستجابة بتاعه عالي جدا. قال لك انه في بعض التطبيقات لا مش عايزة ان يبقى الدنيا مقفولة كده وفجأة تفتح تلاقي الزيت اندفع للحمل او السلندر فيسبب مشكلة لهذه الدائرة. عشان كده في هذه الحالة يفضل انه يستخدم السبول تايب بدلا من البوبيت تايب. تعالى كده بص بقى معايا على تطبيق الكلام دوت على بعض الدوائر بتاعت المصانع او الشركات. هنا ده جزء من دايرة الحقيقة، تلاقي فيها الفالف ده كام على كام بقى توصيفه 2 على 2، وده نوعه ايه بقى؟ بوبيت تايب على طول. ده الحقيقة كان جزء من دايرة، والحقيقة الدايرة دي للأمانة يعني المهندس أحمد اللي هو مدير الصيانة بتاع المصنع قال لي بس انه ممنوع ان انا اظهر الدايرة، حيث ان يعني دي تعتبر من اسرار الشركة وانه يعني ممكن يتجازى فيها. فعشان كده الحقيقة هحط لكم في وصف الفيديو اسم المهندس واسم رئيس القسم والشركة اللي صنعت المكنة اللي فيها الدايرة، عشان يبقى يحرم بعد كده يطلع اسرار الشركة تاني. تطبيق تاني كان في منطقة الرولينج ميل في مصنع الاسمنت، ده كانت في اسمنت عطبرة في السودان. زي ما انت شايف بقى بكل وضوح كده، يعني ادي عندك كثافة من الصمامات يعني موجودة في دوائر كتيرة، مش حاجة يعني شاذة، موجودة في دوائر اهي زي ما انت شايف. هنا بوبيت كله 2 على 2 باشارة كهرباء ورجوع سبرينج يعني او سبرينج ريتين. والحقيقة انا كنت شفتها برضو مرة تانية في السعودية، شركة اسمنت اليمامة عند منطقة الكيلن او الفرن في حتة اسمها الهاي لو سيستم على ما اذكر، كان حتى الصمام البوبيت بتاعها كان من ماركة اسمها هافي، اسمها هافي الماركة اللي انتوا شايفينها دي. بعض الناس بالمناسبة بتغلط في الاسم وتسميه هاوي او تقراه هاوي او كده على اساس انه بتقراه باللغة الانجليزية، بس نظرا لانه هو الماني وحرف الدبليو اللي هو في الانجليزية بنقول عليه دبليو في الالماني ينطق في، فتتقال هافي تمام. فاسم الشركة هافي، بالمناسبة منها كمان اسم العربية المشهورة اللي هي اسمها فولكس فاجن اهي اللي انتوا شايفينها دي، والحرفين اللي هما الفي والدبليو دول بالالماني ينطقوا فا وفي. دي بس حتة كده لمحب اللغة الالمانية يعني على جنب. ونيجي بقى لسؤال حضراتكم على طول كده، لو انا كان عندي او لو انت العميل اللي رحت له كان عنده الماركة اللي هي قدامك ديت هافي وشفت الصمام ده، وانت كنت وكيل لشركة زي مثلا ريكس روس وكان قدامك او موجود عندك على الرف الصمام اللي بالشكل ده اللي هو على اليمين بالمنظر اللي قدامك ده، وبعدين عندك صمام تاني اللي على الشكل الشمال اللي هو المنظر ده، تفتكر من خلال شكل السيمبل اللي على اليمين ولا على الشمال هو اللي مناسب للبلف الاصلي اللي موجود هنا في الدايرة دي؟ ده سؤال مستني اجابته من حضراتكم. ماشي الحال، لحد هنا بينتهي هذا الفيديو، ونلتقي على خير في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.